السياسي عادل المانع، مرحبا بك معنا. يعني قبل الخوض في شخصية رئيس الوزراء المقبل، أود أن أسألك يعني سؤال واضح، أنه من يختار رئيس الوزراء المقبل؟ يعني اطلعت أكيد على الوثيقة أو الكتاب الذي أرسله رئيس الجمهورية إلى البرلمان ليحدد من هي الكتلة الأكبر، بعد ذلك يأتي 179 نائب أو 180 نائب ليقولوا نحن حققنا نصف زائد واحد، وأرسلوا تخويل إلى رئيس الجمهورية حول أنه هو يختار رئيس الوزراء. من يختار؟ بدءا تحياتي لك سيدتي الفاضلة ولمشاهديكم الكرام أينما كانوا. من يختار الكتلة الأكبر هي من تختار وفق الدستور العراقي، يعني الدستور العراقي المادة 76 تجيب على تساؤل جنابك الكريم، أنه يكلف رئيس الوزراء عفوا يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكثر عددا داخل مجلس النواب. ولكن للأسف الشديد أنه القفز على الدستور والقفز على يعني القوانين، ومضينا بقضية التوافقات السياسية اللي قبل سنة رشح السيد عادل عبد المهدي بتوافق وكلف من قبل رئيس الجمهورية. اليوم أنا أجد يعني من الغرابة بمكان أنه أن رئيس الجمهورية يرسل كتابا إلى مجلس النواب يستفهم من هي الكتلة الأكبر، هي ذات الكتلة التي قبلت بها ترشيح السيد عادل عبد المهدي، فبالتالي رئيس الجمهورية معلومة والكتل السياسية أيضا معلومة. ولكن اليوم احنا يعني يجب أن تذهب الكتل السياسية إلى التعامل الصادق أولا والتعامل الشفاف ثانيا، وبعيد عن المنافع اللي كانوا يستثمرونها خلال طيل السنوات 16 الماضية. يعني بعد تخلي سائرون، هي سائرون والفتح طبعا بالمناسبة أكبر كتلتين، سائرون والفتح من حيث الكتل، أما من حيث عدد التحالفات وهو أيضا هذا نعم هناك اختلاف بحيث عدد المقاعد الفتح أكثر. صحيح سيدتي، وهنا دخلنا في مشكلة كبيرة. المشكلة الكبيرة احنا وفق الدستور يقول الكتلة الأكثر عددا، مو اللي كتلة انه تخرج من صناديق الاقتراع، الكتلة التي يعني مجموعة احزاب تأتلف داخل مجلس النواب العراقي. اليوم يفترض انه الفتح ان يترشح، وحتى ممن يعني ليس لديه الحق في الترشيح، مثلا الأخوة السنة، الأخوة الكرد، سائرون اللي تخلت عن هذه القضية، يفترض أنه أن يعني تساهم في عملية الاستشارة بالدفع بهذا الاتجاه بشخصية لم تكن تسنمت مناصب حكومية. طيب، وهذا مقبول يعني مقبول طيب. جدا نعم. طيب يعني الآن المفروض أنه الكتلة الأكبر هي من ترشح رئيس الوزراء، لكن الآن رئاسة البرلمان مجلس النواب يرمي الكرة لرئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع، والعكس يحصل. يعني هل هناك تخوف من قبل رئيس الجمهورية على تسمية شخصية معينة، ربما يتبنى شخصية معينة ويفشل، وكذلك البرلمان؟ كيف تقرأ المشهد؟ لا، هنا نقطتين يجب التركيز عليها. أولا، لا يحق لرئيس الجمهورية أن يكلف من تلقاء نفسه شخصا لرئاسة الوزراء، لأنه هو صاحب التكليف وليس صاحب الترشيح، فبالتالي يجب أن يرشح له ومن ثم يقوم هو بالتكليف. هاي النقطة. النقطة الثانية، الخشية الآن أنا بتقديري كمراقب سياسي، وكأنه هناك لعبا سياسيا يلوح في الأفق باتجاه أن تطبق المادة 81 من الدستور، بمعنى أنه يتولى السيد برهم صالح رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء، وهذا أيضا خرق دستوري آخر. ولكن كل المجريات تشير بهذا الاتجاه، وإلا لماذا التعطيل أولا، ولماذا التخوف من قضية فراغ دستوري ثانيا؟ هذه قضية الفراغ الدستوري كذبة كبيرة، لأنه اليوم إحنا في ظل حكومة تصريف أعمال صوت عليها الشارع العراقي، فبالتالي تأخذ مداها إلى حين يتم التوافق على شخصية يرتضيها الشارع
وترضي الكابينة السياسية. يعني دستوريا لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يستلم مهام رئاسة الوزراء، يعني تبقى حكومة السيد عادل عبد المهدي هي حكومة تصريف أعمال لحين الاتيان برئيس وزراء. نعم هذا هو صحيح، لأنه المادة 81 نصها تقول يتولى رئيس الجمهورية مهام رئيس الوزراء في حال خلو المنصب. خلو المنصب معظم الفقهاء الدستوري والقانونيين يعني إما الموت أو عدم القدرة أو المرض، عدم القدرة من الإدارة. فبالتالي اليوم رئيس الوزراء موجود وكلف أيضا حتى بعد الاستقالة كلف بأن تكون حكومته حكومة تصريف أعمال، وبالتالي لا أرى أنه يعني من المنطق أن نمضي باتجاه هذه المادة، وإلا ستحل كارثة بالعراق. هذه نقطة واضحة. اليوم اجتماع رئيس الجمهورية ب 28 نائب لبحث شخصية رئيس الوزراء المقبل، يعني شخصية يبحثون عن مواصفات، هالمواصفات بح صوت المتظاهرين بمواصفات رئيس الجمهورية القادم، يعني لماذا هذا تضييع من الوقت؟ وأيضا المدة سوف تنتهي اليوم أعتقد أو غد. يا سيدتي الفاضلة، هذه واحدة يعني من المبكيات المضحكات حقيقة للأسف الشديد. يعني لا تزال بمعنى آخر لا تزال الكتل السياسية تضحك على الشارع العراقي، وهو شارع ملتهب ومتظاهر ومحتج. يفترض أنه أن يغير الأداء السياسي في ظل هذه الظروف. اليوم يبحثون مواصفات رئيس الجمهورية، ما محتاجة هي بحث مواصفات رئيس الوزراء. الكل يطالب برئيس وزراء عراقي لم تكن لديه جنسية مزدوجة وشخصية كفوءة، لم تنتمي إلى حزب معين. ما محتاجة يعني أبحث في مواصفاته كثيرا. شخصية ما أكثر الشخصيات في العراق، ما أن يتخلوا السياسيين عن منافعهم من هذه المناصب، فبالتالي فليلتفتوا إلى الشخصيات العراقية، يجدون الآلاف بل لا بالعشرات الآلاف من البصرة وصولا إلى بغداد. يعني هذه ورقة ضحك جديدة يستفاد منها اللعب على عامل الزمن ووتر الزمن. لكن هناك من يرى أنه اختيار يعني شخصية مستقلة من دون قناعة الكتل لن يحل المشكلة، لأنها أصلا لن تمرره في البرلمان، كما أنها لن يعني تدعمه مستقبلا. طبعا أكيد، يعني هو إحنا ساعة نتحدث عن حقوق المتظاهرين والشارع ملتهب شيء، وساعة نتحدث عن الدفع السياسي وكيف يكون. الحقيقة تقول أنه ما لم يتم التوافق سياسيا على تسمية هذا المرشح أو ذاك، لن يمضي مرشح بعينه إطلاقا، لأنه السيناريوهات المعدة كثيرة. وحقيقة يعني أنا واحد من المراقبين أتخوف كثيرا من المرحلة القادمة في ظل عدم التوافق السياسي، اللي أنا أسميه الآن في ظل عدم الاتعاض السياسي وليس الاتفاق السياسي، لأنه لا بد للكتل السياسية أن تتعظ مما يجري في العراق. المحلل السياسي عادل المانع، شكرا لك معنا في نشرة أخبار السادسة.